طيب السؤال رقم 10 بيقول لي considering an EM double side band suppressed carrier، يبقى هو عنده او يقصد النوع الاول من الميديليشن. طبعا عندنا 5 انواع من الميديليشن، هو يقصد النوع الاول خالص اللي هو الدبل سايد باند suppressed carrier. تمام. طيب بيقول لي and the following sample message carrier signals. طبعا هو هنا مديني المسج ام اوف تي، دي كده المسج ام اوف تي، وده الكارير ممكن نسميه مثلا سي اوف تي. بيقول لي draw the generation process the AM signal in time domain and in frequency domain. طيب تعال نبدأ كده نرسم السيجنال هنا، مرة هنرسمها هنا in time domain ومرة هنا in frequency domain. تعال نبدأ نرسمها في التايم دومين. في التايم دومين المفروض ان ده كده محور التايم وده محور الامبليتيود. وطبعا انا عندي ايه اللي بيحصل في الدبل سايد باند سبريز كارير، ان السيجنال ام اوف تي بتتضرب في الكارير بيطلع لي ميديليتد سيجنال ام اوف تي كوساين تي. برسمها ازاي؟ طبعا احنا رسمناها قبل كده في مسائل كتير وطريقه الرسم ثابته. باخد المسج دي برسمها زي ما هي كده بس داش، تمام، وبعد كده برسمها تاني هي وهي مقلوبة بالشكل ده. وبعد كده برسم بقى المسج نفسها بالشكل ده بفريكونسي عالي اللي هي دي، هدخلها جوه السيجنال بس بفريكونسي عالي جدا. يبقى دي الرسمة بتاعتي. تمام. طيب طبعا ده اللي هو الدبل سايد باند سبريس دي كارير. لو كان قال لي امبليتيود موديليشن او الدبل سايد باند ويس كارير اللي هو النوع التاني، كنت هرفع المسج دي لفوق ومرة لتحت وكنت ارسمها، يعني كانت هتبقى بالشكل ده، كانت هتبقى حاجة كأن المسج فوق من هنا كده او كده، كنت هرسمها تاني مقلوبة بالنوع ده كده، كنت هرسم المسج الامبليتيود بالشكل ده. تمام. بس ما هو ما قاليش النوع التاني، هو قال النوع الاول. طيب دي كده شكل الرسمة في التايم دومين. وطبعا دي ما ينفعش اعملها باستخدام، ما ينفعش اعمل لها دي ميديليشن باستخدام الانفلوب ديتكتور. ليه؟ لان انا لو حبيت امشي على الانفلوب همشي بالشكل ده، همشي بس باخد الجزء الموجب، فلاقي ان المسج اللي استرجعتها بالشكل ده رغم ان المسج الاصليه كان شكلها عامل ازاي، المسج الاصليه كان شكلها عامل كده، فالاتنين مش زي بعض. طيب فلو كنت عايز استخدم انفلوب ديتكتور كان لازم يكون امبليتيود ميديليشن. طيب هنا طبعا امال عشان اعمل دي ميديليشن بستخدم ايه؟ هستخدم سينكرونس او كوهيرنت دي ميديليشن، اللي هو بضرب ايه، باخد المسج اللي جايه لي او الميديليتد مسج بضربها في كارير بنفس الفريكوانسي بتاع السندر، وبعد كده ادخلها على لو باس فلتر. تمام. طبعا دي كل حاجات زياده بشرحها عن المساله، هو بس طالب الرسمه. طيب رسمناها في التايم دومين، تعالى بقى نرسمها في الفريكوينسي دومين. طيب نبدا بالمسج، المسج ام اوف تي في الفريكوينسي دومين هتبقى عامله ازاي؟ هي المسج عباره عن ساين ويف، او هو ما قاليش صراحه ان هي ساين ويف، بس هي واخده نفس شكل الساين ويف، فتعالى نرسمها كده وخلاص. هنفترض ان هي ساين ويف، بس طبعا ساين ويف بس مرفوعه لفوق شويه. طيب خلينا طبعا الساين ويف الامبليتيود بتاعها او الفريكوانسي دومين بتاعها بيبقى عباره عن بلس هنا وبلس هنا، طيب او بلس هنا وبلس هنا. طيب لما اجي اعمل لها بقى دي ميديوليشن، او لما اجي اعمل لها اسف ميديوليشن في الفريكوانسي دومين، بتبقى ايه؟ ده كده الكارير هنا اف اوف سي وهنا ماينس اف اوف سي، وحواليه بيبقى المسج نفسها هنا هنا وهنا هنا. طيب هو طبعا في المفروض في السؤال كان يحدد لي اذا كانت دي ساين ويف ولا مش ساين ويف، ويحدد لي شكل السبيكترم. تمام. بس مش مشكله، انا افترضت ان دي ساين ويف من عندي او كوساين ويف. طيب كده احنا السؤال كان بيقول درو ذا جينيريشن بروسيس زي ام سيجنال ان تايم دومين ان فريكوينسي دومين. طبعا الجينيريشن بروسيس هي دي البلوك دايجرام ده اللي هي مسج ام اوف تي دخلت على ميديليتور ضربت في كارير طلعت المسج الموديليتد مسج، وده شكل السيجنال في التايم دومين وده شكلها في الفريكوينسي دومين. طيب احنا حلينا السؤال رقم 10.